تدخل من دفاع الطريش الذي تونسي، والتوزيع من المولي والتسديد وهدف التعادل، هدف التعادل لصالح هدف الوقت البديل من محمد تراوري. السيناريو وعاد مرة أخرى لنادي الإفريقي، الإفريقي يسجل عن طريق محمد تراوري. محمد تراوري دون فلسفة، كرة مقوسة في المرمى، ركاها ملعب ديريكتشن، ولو انا اعرفه حتى ولو ما مش مقارنة معناها سولشير كان احسن معناها لاعب في مانشستر يونايتد مع فرقة في مقابله بلاتيرات رفيع. مازال كل شيء ممكن زمير، مازال كل شيء ممكن. نجم تشوفوا الهدف تعادل للنادي الافريقي، كما نجم تشوفوا هدف ثاني شبيب الدل القبيل. انتبهوا الركنيه الراسيه، جول جول جول، واحد واحد. الموقف محمد التراوري، خطك يا زمير، هذا هو الموقف. محمد التراوري يدخل كوتشي كومبليت من بيير لشاطر. محمد التراوري يهدي التعادل للجماهير الافريقيه. اشتعلت نادي على المدرجات، اشتعلت المدرجات، فرحه كبيره في جمهور النادي الافريقي. كره بساقه اليسار، مهدي مليح، كره تدور على مستوى القائم الاول. ديتونت خارق العاده، صعود كبير لمحمد تراوري، اعاده للقطه. مهدي مليح اللي قدم مقابله كبيره، تراوري على مستوى القائم الاول يطلع فوق. كيف ستؤول في اربع دقائق قدمها هيثم قيراط؟ مرت دقيقة، باقي ثلاث، التقدم وفرصة. الله، روزي كي يجعل الافريقي من فريق بنقطة في بلاي اوف الى الثلاث نقاط الاولى في اولى مباريات البلاي اوف. افريقي برهان غنام يوزع، يدخل الدفاع، الهدف الثاني، الهدف الثاني في 94 دقيقة، هدف ثاني في 94 دقيقة. الافريقي في المقدمة في الوقت بدل ضاع من هذه المباراة. 94 دقيقة، وكل فريق سيلعب اخر هجوم في هذه المباراة. عبد النادي اليد السفاكسي في وسط الميدان افضل، خلق الافريقي بمرات، الافريقي المنقوص من ينكا والغزور والكوادي والزعلاني، لكن الافريقي يواصل عملياته حتى اللحظة الاخيرة، ويدرك الهدف الثاني في الوقت القاتل، في الوقت بدل ضاع. اعادة العملية، التوزيع من غنام، كوتشين، مارشون، تدخل الدفاع وكورة مباشرة في الشباك. أعطينا الإعادة بالفعل. المدافع، كنت أقول بأنه صعب جدا أنك تحافظ على توازنك بالدرجة الأولى. أنا لا أتحدث عن المستوى بقدر ما أتحدث عن التوازن. بابا جول، بابا جول، يا له من جول في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. هدف ثاني بأعجوبة رائعة، من أروع ما يكون هذا الهدف الذي يسمح للنادي الإفريقي بإحراز التفوق وبسرقة ثلاث نقاط اليوم. نعم، النادي الإفريقي يقلب الموازين ويسرق ثلاث نقاط في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء. جماهير الوفية بقيت تأمل لغاية اللحظات الأخيرة، وجاء الجول الذي يعقد أمور هذه المجموعة. الأربع نوادي بعد أربع مباريات بست نقاط في المركز الأول. نعم، الأربع نوادي بأربع بست نقاط في المركز الأول. نعم، جاء الهدف الفوز لصالح عناصر النادي الافريقي بهدفين مقابل هدف واحد. صارت النتيجه هاي اللعبه وهاي الكره وهاي التسديده باليمنى من سليمان كشك.
روزيكي، روزيكي التوزيعة، وثم غازي عيادي وأيمن بن محمد، والكرة توصل صابر خليفة، وصابر خليفة والهدف، الهدف للإفريقي عن طريق صابر خليفة. قاعد الإفريقي في أول دربي في سجله، في أول بالطبع أول هدف في سجله صابر خليفة بزي الإفريقي، يسجل أول هدف في سجله في نقاط الترجي والإفريقي مع تقمصه لزي الفريقين. إذا صابر خليفة في وقت حاسم من لقاء الأجوار بين الإفريقي والترجي يهتدي للتسجيل بعد كرة من دفاع الإفريقي وغازي عيادي في الترويض، وصابر خليفة اللاعب المخضرم يتمكن من التسجيل من ناحية أيضا الدفاع من جانب لاعبي الفريقين. شاهد الإعادة، غازي عيادي، غازي عيادي إلى صابر خليفة، خبرة صابر خليفة بداخل الرجل اليمنى يتمكن من إحداث الفارق ومغلط الحارس معاذ بن شريفية. هدف مقابل صفر لفريق باب جديد، آخر فوز ماي 2015 من أقدام عماد المنيوي، وانذار ضد صابر خليفة، قلت تقمص زي الفريقين ورغم الخبرة نتاعو. حارس مرمى في الهجوم اللي عملها يان سليمان في ألمانيا، عملها مع شارك مورفير وسجل التوزيع، التوزيع والرأسية والهدف الثاني، والهدف الثاني، والهدف الثاني، والهدف الثاني. هذه تشبع من محاسن السليمي، الهدف الثاني من نادر الغندري، من نادر الغندري، والإفريقي يرجع من بعيد، والإفريقي يرجع من بعيد ومن بعيد ومن بعيد. هذه عملها عادل السليمي وفي هذا اللي نتكلموا، الافريقي عقليه، الافريقي ما يرميش المنديل، ما يضيعش، دائما نمر بحدود. احنا كنا تكلمنا ان النادي الافريقي قادر على مخالفات وقادر ان يسجل، وهذا اللي هو بالعزيمه بالاصرار. الكره تعطيك حق، مش محتاجين النادي الافريقي انه يلوج على ضربه جزاء، هذا هو النادي الافريقي. ما نلوجوش على بينالتي، وما نلوجوش على يعني اخطاء، وما هي نلوجوا على الاهداف اللي تتسجل يعني بالجرينتا، بالجرينتا، هذا هو. وبعد التسجيل وفيها الجرينتا، الجرينتا بتاع الكروب اليوم في احسن حالاتها، في افضل تجلياتها، الجرينتا بتاع طبعا بين العيفة وبتاع نادي الخندري. يحيى وسام بن يحيى، مصطفى بيضودان يلعب قصيرة مع أسامة السلامي في الرواية، مصطفى بيضودان متابع من حمزة زكار، بيضودان بوكود ولا تفل أول، وسام بوكود ولا تفل أول، والتمرير حاصل للمصطفى بيضودان في القائمة الثاني المهاجم التمرير مصطفى بوكود. إذا يتوصل افتتاح التسجيل من 89 دقيقة لاعب في ملعب شبع شعل سين، هدف التعادل، هدف التعادل للأفريقي التونسي في الوقت بدل الضايع، وقت قاتل جدا، وقت قاتل جدا، هدف التعادل للأفريقي التونسي، وقت قاتل جدا، وقت قاتل جدا، 2-2.